إنه لمن دواعي السرور والفخر أن أتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية. جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما فلن يضل ولن يتفرق أبدا. وإن سعادتي تبلغ مداها وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا. وكما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى.